الاهلي والبيراميدز هيخلصوا 3-1. الاهلي اللي هيكسب. انا اتوقع ان ماتش الاهلي والبيراميدز هيخلص 2-0 للاهلي. ماتش الاهلي والبيراميدز هيخلصوا 2-1 للاهلي. اتوقع ماتش الاهلي وبيراميدز هيخلص 3-0 من بيرسي، جون من بيرسي تاو وجونين من كهرباء. ماتش الاهلي وبيراميدز هيخلص 3-1 للاهلي. ان شاء الله الاهلي وبيراميدز هيخلص ضربات جزاء، يا الاهلي هيكسب 2-0 ان شاء الله. ماتش الاهلي وبيراميدز هيخلص 2-1 للاهلي. ماتش الاهلي وبيراميدز هيخلص 2-0 للاهلي وهيجيبوا جونين كهرباء. ماتش الاهلي وبيراميدز اتوقع هيخلص 2-2 ويلعبوا ضربات جزاء وطبعا الاهلي هو اللي هيكسب. يعني ماتش الاهلي وبيراميدز اتوقع انه هيخلص 2-0 للاهلي. ماتش الاهلي وبيراميدز هيخلص 1-1 وهيروح ضربات جزاء والاهلي هيفوز. ماتش الاهلي وبيراميدز يخلص يوم الجمعه ان شاء الله 4-0 لصالح الاهلي ان شاء الله. ماتش الاهلي وبيراميدز هيخلص 3-0 لصالح الاهلي طبعا. اعتقد ان ماتش الاهلي وبيراميدز هيخلص 2-1 لبيراميدز. توقعات ماتش بيراميدز والاهلي، بيراميدز هيجيب 3 اهداف والاهلي هدف واحد. انا كنت اتمنى ان الزمالك هو اللي يقابل الاهلي. شكرا. ماتش الاهلي وبيراميدز هيخلص لصالح الاهلي 2-1 باذن الله. ماتش الاهلي وبيراميدز هيخلص 2-1 للاهلي. ماتش الاهلي وبيراميدز هيخلص 3-1 للاهلي ان شاء الله. توقعات الماتش الاهلي وبيراميدز هيبقى 0-0، هيخش اكسترا تايم، رمضان صبحي هيجيب جون وهيقلع التيشيرت، والاهلي هيجيب جون ويلعبوا ضربات جزاء والاهلي هيكسب ضربات جزاء. ماتش الاهلي وبيراميدز ان شاء الله هيكسب 2-0. ماتش الاهلي وبيراميدز هيخلص 2-0 للاهلي ان شاء الله. الاهلي يكسب 2-0 وكهربا ومعلول يجيبوا كوين. ماتش الاهلي وبيراميدز اتوقع يخلص 2-1 للاهلي. ماتش الاهلي ان شاء الله يوم الجمعه الماتش هيخلص 3-0، اتوقع كهربا وحمدي فتحي وقفشه. ماتش الاهلي وبيراميدز اتوقع ان هو الاهلي يبقى 2-1. ماتش الاهلي وبيراميدز 3-2 للاهلي. الماتش هينتهي ضربات جزاء للاهلي. ماتش الاهلي وبيراميدز هيخلص 1-1 ان شاء الله. ماتش الاهلي وبيراميدز هينتهي 2-1 للاهلي. الاهلي هيفوز ان شاء الله 2-0. اللي هيجيب الاهداف مروان عطيه ومحمد هاني. الاهلي وبيراميدز هيخلص 7-0 للاهلي ان شاء الله. الاهلي وبيراميدز الاهلي 2-0. اللي هيجيب الاجوان كهربا ومحمد شريف. ماتش الاهلي والبيراميدز هيخلص 2-1 للاهلي. اتوقع ان ماتش الاهلي والبيراميدز هيخلص 3-1 للاهلي ان شاء الله. ماتش الاهلي وبيراميدز هيخلص 2-1 للاهلي. انا صراحه اتوقع ان اللي هيجيب الجونين الصراحه هيكون كهربا. اللي هيجيب الاجوان عمرو الشلاير وكهربا. اللي هيجيب الاجوان علي معلول هيجيب 2 وبرستاو هيجيب 1. هيجيب الاجوان محمود كهربا وبرستاو. والاجوال طبعا 2 كهربا و2 برستاو. اللي هيجيب جولين علي معلول، واللي هيجيب جول عمرو السلية. اللي هيجيب الاجوان محمود كهربا وحمدي فتحي. هيجيب الاجوان باذن الله واحد محمد شريف تمام، وواحد قفشه لو لعب. اللي هيجيب الاجوان كهربا هيجيب جولين، محمد شريف هيجيب الثالث. اللي هيجيب الاجوان معلول وحمدي فتحي. اللي هيجيبوا الاجوان كهربا ومعلول. ممكن لبيراميدز عبد الله السعيد، ممكن الاهلي علي معلول وقفشه. اللي هيجيب الاجوان طاهر محمد طاهر، بسيتاو محمد شريف. اللي هيجيب الاجوان لبيراميدز فخر الدين بن يوسف وعبد ورمضان صبحي. والاجوان محمد شريف ومحمود كهربا. كهربا هيسجل وحمدي فتحي للاهلي، ورمضان صبحي هيسجل لبيراميدز ان شاء الله.